بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي المحاضرة الخامسة من كورس الـ NXCAM. النهاردة هنعمل عملية مالتي اكسس فور اكس. تمام، عندنا سطح الى حد ما واخد كيرف كده شوية، فالسطح ده مستحيل مكنة تلات محاور تطلعه مظبوط، فالفينيش بتاعه ما ينفعش يطلع كويس بمكنة تلات محاور. فاللي احنا هنعمله دلوقتي هنشوف هنعمل سطح زي ده ازاي بالـ NXCAM اكتر من ثلاث محاور. طيب طبعا الخطوات حفظناها خلاص، Application Manufacturing. تمام، بعد المانيفاكتشرنج احنا بنخش على ماشي مالتي اكسس، مش مشكلة، احنا كده كده ايه من جوه بنظبط برضو اللي احنا عايزينه يعني. تمام، اول خطوة بعملها البارت بلانك، وبعد كده بلوك. تمام كده، يبقى ده كده البلانك اللي انا عايز اقطعها عشان اوصل للبارت ده. طيب تمام، هكريت تول. انا الاول طبعا هعمل عملية رف، فالاول هنضف وبعد كده اعمل عملية فينيش. طول مثلا هخليها 15، دي اللي هتعمل عملية الرف الأولانية. عملية الرف الأولانية على فكرة مش شرط طبعا تبقى أربع محاور، ممكن نعملها الأول ميل كونتور اللي هي اللي كنا استخدمناها كافيتي ميل، بحيث اللي احنا نشيل الماتيريال على قد ما نقدر، مش محتاجة تكون أربع محاور. تمام، هخلي هنا مثلا ناخد الأوبشنين دول. أنا هنا عندي حاجة اسمها ستيب اوفر وعندي حاجة اسمها كومن ديبس بير كات. الستيب اوفر ده يعني انا دلوقتي لما العدة تمشي كده وبعد كده تخش كده وتمشي كده تاني، الدخلة دي هي دي الستيب اوفر، فهو دلوقتي عاملها 50% من العدة. طيب والماكسيمم ديستانس اللي هي الستة اللي هي الديبس بير كات دي، لما انا عملت وش هنزل كام عشان اعمل الوش التاني؟ فانا لو عملت جنريت دلوقتي بصوا يعني ايه، هتلاقي طبعا هيطلع سطح تعبان قوي يعني مش هيبقى مظبوط خالص يعني. طيب عشان نفهم بقى الستة دي انا هخليها اتنين، فاللي انا متوقعه ان الحاجات الهوريزونتال دي تزيد. جنريت زادت ليه؟ لان اتنين اكتر بيطلع الاكتر، فكل اتنين هينزل وبعد كده ينضف، بعد كده ينزل، بعد كده يقطع، بعد كده ينزل، بعد كده يقطع. فكل ما زود كل ما اقلل طبعا الديستانس بتبقى العملية احسن يعني. طيب هنا نفس الكلام، بس لو خليتها 20% بس دي تشاف من فوق بقى، دي كده هتبقى المسافة دي بتقل، فجنريت هي ايه هيقلل، يبقى 20% من العدة. 20% من العدة ممكن اعملها كونستانت على فكرة، ممكن اعملها مثلا رقم خليها 3 مثلا، فكده هتبقى 3 ملي المسافة بين هنا وهنا 3 ملي. تمام، فكده احنا اتعرفنا على 2 اوبشنز زيادة في عملية الكافيتي ميل. طيب هعمل جنريت خلاص وهعمل فيريفاي. عملت جنريت وهعمل فيريفاي، هبص على عملية القطع 3D. طبعا انا متوقع انها هتطلع مش حلوه زي ما هنشوف دلوقتي. كده دي عمليه الرف، تمام، يبقى دي كده عمليه الرف، نسرحها شويه. فطبعا زي ما احنا شايفين السطح هيبقى لا محتاج شغل كتير يعني، لو قلنا له الاوبشن اللي هو شو سيكنس باي كولر هيبقى محتاج لسه اللي هو بيعمل لي اناليسس كده للسطح، فهيبقى محتاج لسه عمليه سيمي فينيش وعمليه فينيش كمان. طبعا ايه الازرق ده سيكنس كبير قوي زي ما احنا شايفين، ده 2.4. تمام، فكده اول اوبريشن اتعملت اللي هي الثلاث محاور.
هنعمل عمليه فينيش على طول مالتي اكس بول ميل، واخليها قطرها مثلا 10. انا عايز عده تمشي عموديه على السطح، مش يعني الفرق بين العمليه دي والعمليه اللي جايه. اللي انا العمليه دي مثلا هنا العده هي مظبوطه على طول في الزد اكس وبتمشي كده. العمليه اللي هتتعمل الفور اكس ميزتها انها هتبقى عموديه على السطح في اي مكان، يعني هنا العده هتبقى مايله زي ما هنشوف دلوقتي، نشوفها احسن وبعد كده نشرح. طيب create operation mill multi x، هقول له مثلا عمليه variable streamline، عمليه كويسه جدا. هقول له بول ميل وميل فينيش. اوكي ستريملاين هنا اختارها، اختار السطح اللي انا عايز انضفه اللي هي specify cut area. تمام، في حاجة اسمها البروجيكشن فيكتور. البروجيكشن فيكتور ده فيه كذا اوبشن، احنا هناخد النهاردة نورمال تو درايف. نورمال تو درايف دي يعني العدة عمودية على السطح في اي مكان، يعني العدة هنا هتبقى عاملة كده، هنا هتبقى عاملة كده، هنا هتبقى عاملة كده، بحيث اللي انا ده احسن وضع اللي انا اعمل افنش البارت ده باحسن وضع، اللي هو ايه العده عموديه في كل مكان، فهي هتميل بزاويه، الزاويه دي اللي هي المحور الرابع. طيب ستريم لاين في جواها اوبشنز برضو، احنا هناخد الاوبشن ده نخليها زجزاج مفيش مشكله، ونمبر اخليها الستيب اوفر بقى هخليها صغيره عشان بحيث اللي هو يتشطب. تمام واحد اوكي، وهقول له جنريت. هنلاقي اتعمل بروفايل زي ما احنا شايفين كده على السطح بالظبط، اتحرك كده وبعد كده وهنشوف حركة العدة. انا بس عايزكم تلاحظوا حركة العدة، يعني انا همشي حتة حتة. بص عايزين نراقب حركة العدة، هنا زي ما احنا شايفين هتبقى عمودية، فانا بس همشيها بطيء عشان نبص هي بتبقى ايه. زي ما احنا شايفين كده الزاوية دي اللي هي المحور الرابع بتبقى عمودية على السطح في كل الاوضاع. تمام، وده كده هو ده اللي بيفنش البارت. طيب تعالوا بقى نشوف العملية. فبص يعني لاحظنا ان العدة بتميل مع السطح، ده كده المحور الرابع. يعني الفرق بين العملية دي والعملية دي اللي العملية دي ماشية منتظمة ملهاش دعوة بشكل السطح، هي ماشية منتظمة لانها تلات محاور بس اكس واي وزد، هي بتتحرك كده بس وبتطلع وبتنزل. لكن العملية دي لأ، هي ماشية سموث جدا على السطح. تمام طيب تعالوا نبص عليها سيميوليشن على الاتنين عشان نشوف عملت ايه بقى في البارت دلوقتي. نسرعها شوية ونخليها فاين. اوكي معلش، المفروض display option فاين وبلاي. اول عملية دي اللي هي عملية الرف، تمام. نبتدي بقى عملية الفينش. نبص بقى على عملية الفور اكسس، طبعا هنلاقيها بتنظف السطح وبتخليه يعني فينش كويس جدا. يعني على فكرة مش شرط العدة هي اللي تكون بتميل، ده على حسب المكنة، ممكن الورك بيس هي نفسها اللي تميل، يعني العدة ثابتة بس الورك بيس هي اللي بتاخد الانجل بحيث تخليها عمودية على العدة، ده حسب المكنة نفسها. تمام كده انا تقريبا خلصت السطح، والسطح طالع مظبوط جدا يعني. طيب نشوف بقى فرق الجي كود بين عملية الرف وعملية الفينش. تمام كده كده خلاص اوكي، نشوف بقى نطلع لدي الجي كود ونخليها. طبعا حتى لو طلعناها اربع محاور بس دي عملية رف كده كده ايه هتطلع اكس واي وزد بس. اوكي زي ما احنا ملاحظين ايه اكس وواي بس وزد. تمام طيب تعالوا بقى نطلع البوست لعملية
نفس كل حاجة. هنلاقي هنا بقى اكس وواي وزد وبي. بي دي اللي هي الانجل، زي ما احنا شايفين طبعا برنامج كبير جدا يعني. بي دي اللي هي الانجل اللي على طول بتخليك عمودي على السطح، فده كده المحور الرابع. تمام. طب لو في محور خامس، هتلاقي هنا زاويتين اكس زد وفي بي وزاوية كمان. تمام كده على حسب المكنة. فده كده عملية فور اكس فينيش. تمام. وطلعناها، عملنا عملية تخشين في الاول، نضفنا السطح على قد ما نقدر، وبعد كده عملنا عملية فينيش بحيث اللي احنا نطلع السطح مظبوط زي ما احنا عايزين بدقة عالية جدا. المرة الجاية ان شاء الله نخش في حاجة تبقى 5 محاور. هتبقى زاوية بقى، احنا محتاجين كده سطح بيميل في زاويتين في وقت واحد، هنبقى نشوفها برضو، هتبقى برضو اعقد شوية. وكده يبقى خلصنا فكرة سريعة جدا على الـ4 محاور. شكرا لحضراتكم.